بجد الترحيب بحضراتكم مره تانية، وبرحب باتنين من اجمل واحلى وامتع الشخصيات اللي الواحد فعلا بيتبسط وبيستمتع لما بيقعد معاهم ويتكلم معاهم في الكوره. ناخدنا الراديو الكبير استاذ حسن المستكاوي. اهلا استاذ حسن، منور الدنيا. الله يخليك يا ابراهيم. هو الثلاثي ده والله من زمان، الثلاثي المرح حصاد الاسبوع، ونجم مصر الكبير ونجم النادي الاهلي، واحد من اهم صناع اللعب اللي جم في تاريخ افريقيا كلها مش بس مصر، كابتن وليد صلاح الدين. حبيبي يا كابتن وليد، منور الدنيا. انت اللي منور ومتالق كالعاده يعني، وحاجه بدات تخش في صدمات وخناقات. وطبعا دايما ببقى سعيد معاكم مع الاستاذ حسن المستكاوي تحديدا. والله الواحد بيتشرف، عشره قديمه. والله الواحد بيتشرف وفعلا بيتبسط لما بقعد يتكلم معاكم في الكوره. الحمد لله، منورين الدنيا. الله يخليك يا ابراهيم. عايز ابتدي الكلام من مصطفى شوبير، لانه العنوان الابرز في لقاء اليوم هو مصطفى شوبير وتالقه. السؤال اللي بيطرح نفسه بقى في اللي جاي، في حاله وجود محمد الشناوي واكتمال جاهزيته الفنيه وتالق مصطفى شوبير بالوضع الحالي اللي هو فيه، السؤال الصعب يا استاذ حسن، هل يرجع نمره واحد اللي هو محمد الشناوي زي ما متبع فيه اغلب فرق العالم، ولا يظل مصطفى شوبير متمسكا بالفرصه ويكافئ على تميزه خلال الفتره اللي فاتت؟ لو انا المدرب هخلي مصطفى شوبير هو رقم واحد دلوقتي لغايه ما يجد جديد، يعني اصابه لا قدر الله، مستواه ينزل لا قدر الله، لان انت مش الماتش النهارده بس، انت اخر اربع خمس ماتشات هتلاقي ان شوبير هو واحد من، اذا ما كانش مان اوف ذا ماتش، هو واحد من اهم لعيبه النادي الاهلي في الثلاث اربع مباريات اللي فاتت. صحيح. فيعني بعدين بقى تقييم حارس المرمى، احنا مش عايزين يبقى ايه الراي الانطباعي ان هو عمل تصديات بس، لا، شوف خفه حركته، شوف الرد فعل السريع بتاعه، شوف الفولي اللي كان مسكه الماتش بتاع مازيمبي اللي طلع، يعني عنده اداء يتقيم بيه ان هو فعلا عنصر مهم جدا في حراسه المرمى في النادي الاهلي. النادي الاهلي مشهور دايما بحراس مرمى على فكره، يعني على مدى تاريخه دايما عنده حراس مرمى ممتازين، من اول بقى عبد الجليل وعادل هيكل ومروان، ثم ثابت البطل الله يرحمه، ووحش افريقيا اكرام، وهكذا ماشيه المساله بالطريقه دي. بص، جميل ان النادي الاهلي يبقى عنده محمد الشناوي، يبقى عنده مصطفى شوبير، يبقى عنده الزنفلي او الزنفولي زي ما تيجي، او كمان علاء حمزه، حمزه علاء حارس مرمى منتخب الشباب. هي. انا في غلطه بتحصل وحصلت في الزمالك مع جنش وابو جبل، ده يلعب ماتش فيغلط فالتاني يروح حاطط جنش وهكذا، لدرجه ان الزمالك خسر الاثنين. صحيح صحيح. فمش لازم، وبعدين مش لازم ده يتكرر مع النادي الاهلي. كابتن وليد، عايز اعرف اجابتك على نفس السؤال، ولو احنا بنستعرض كده التصديات اللي عملها مصطفى النهارده، التصدي الاصعب في وجهه نظرك؟ اخر تصدي اللي هو بتاع نادر فرج. نادر فرج خلاص، نقاط المباراه يعني هيضيع نقطتين لان ما فيش وقت بعد كده، والاسماعيلي هيقفل، ومؤثره جدا. نادر كمان من اللعيبه المهاجمين الرائعين، خدها عكس اتجاه جسمه وسند، السنده دي تدي له قوه، السنده تخليه راكب الكوره. مصطفى دلوقتي يعني لو رجعنا لها بقى هنحلل الكوره، وهو بيسند مصطفى ما يقدرش ابدا يروح على التوقع. كمل بس، اقف بس هنا. مصطفى يستحيل ياخد خطوه كده او كده، لان هتتحسب عليه. لو الراجل ده عمل انه هيشوط بوش رجله وراح حطها له في الضيقه، مصطفى لبسها. فهنا لازم يفضل ثابت على رجليه، وينزل سنه يتني ركبته عشان يعرف يبقى حركته سريعه، ويلعب بعد كده على الكوره يشوفها هتروح فين، يتعامل معاها. الكوره بقى بعد ما عدت من رجل رامي ربيعه، المسافه ضيقه جدا، فرد فعل عالمي، يعني رد فعل اسطوري، ان هو كل ده ما يقدرش يلعب على الطاقه. بص، بياخد بوزيشن ونزل بركبته ومستني نادر. هو دلوقتي شافها، بص في لحظه، يعني هو شافها بعد ما عدت رجل رامي جزء من الثانيه، بيحط فيها ايده. لا طبعا، تصدي ومتهيألي التصدي، وكمان كان عامل الدرايف ثانيه، يعني صح. هو كان رايح مع عبد المنعم برضو على الكره الثانيه دي. الحته اللي الاستاذ حسن قالها مليون في الميه صح جدا، ان هو رد الفعل بتاعه والرشاقه والمرونه عاليه جدا، هي باينه حتى عليه. طب عارف بقى، عارف رأيك تاني. بالظبط كده. بص، هي الحاله دي اصلا حاله صعبه، هي اولا متكرره. يعني حتى وانا بلعب كان الكابتن ثابت الله يرحمه، والكابتن اكرامي، وكابتن شوبير كان الثالث.
كان في مشكله كبيره حقيقي. كان بيلعب الكابتن اكرامي مباراه واللي قاعد احتياطي الكابتن شوبير، المباراه اللي بعديها يلعب الكابتن ثابت البطل واللي قاعد احتياطي الكابتن شوبير والتاني بره خالص علشان ما ده ما بيقعدش لده وده ما يعني هي كانت مساله صعبه جدا، ولكن الاثنين كانوا في سن قريب من بعض على نفس المستوى الدولي، الاثنين كبار زي حاله نادر السيد وعصام الحضري، عبد الواحد السيد وعبد المنصف، يعني في زي حاله جنش وابو جبل، جنش وابو جبل، يعني الاثنين يكونوا قريبين، لكن الحاله اللي احنا فيها دي لا، جون كبير وجون لسه صغير زي حاله الكابتن شوبير نفسه مع عصام الحضري. برافو عليك، مع عصام الحضري. هي الفكره عندها ملابسات كتير حواليه، هل لو مصطفى وقف هل الشناوي يقبل انه يبقى نمره اتنين؟ هل يقبل انه يقعد احتياطي؟ ادي واحد. اتنين، لا العالم كله شغال برقم واحد واتنين وتلاته ترقيم تحديدا في حراسه المرمى. الحارس الاساسي اتصاب بيرجع يلعب، اتوقف بيرجع يلعب، حصل حاجه بيرجع يلعب، يعني ده رقم واحد. ورقم اتنين بيبقى عارف جدا انه رقم اتنين، ولكن في الحاله دي غريبه شويه للتألق الغير عادي لمصطفى. صحيح، سبعة بقى كلين شيت في أفريقيا وبيعمنوا في زماتش على طول ومؤثر جدا، وبعدين ما فيش ولا غلطة كرة حتى برجله بيلعبها بيمينه وبشماله، فالتألق لافت للنظر قوي لدرجة انك تخليك تتلخبط. حتى الجماهير النادي الأهلي دلوقتي لما تسألها تتلخبط، مش عارف ياخد قرار. يعني مصطفى كويس لكن ده حارس مرمى مصر الأول، يعني كمان انت مش جايب جون كبير ومثلا نمرة اتنين او ثلاثة في المنتخب، لا ده هو حارس مرمى مصر الاول من سنة 2017 قبل كأس العالم بسنة بالظبط. فمن 2017 واحنا 2024 انت بتتكلم على واحد متربع على عرش سبع سنين منتخب مصر والنادي الاهلي، فبالتالي هو مش ذنبه انه اصيب. صحيح، الحالة دي حلها من وجهة نظري بقى ايوه، ان لازم الاثنين يقعدوا مع المدير الفني والمدير الفني يقول لهم انتوا الاثنين دلوقتي ممكن تكونوا على مستوى واحد، خبرات الشناوي اعلى صحيح، لكن التألق اللافت للنظر لمصطفى يخليني ان انا ممكن كل واحد ياخد عدد من المباريات، مش مباراه ومباراه زي ما الاستاذ حسن قال. انا بتفق معاه مليون في الميه، انا بتفق معاه انه غلط، لكن انا اروح لايه فكره ثلاث اربع مباريات وماتشين ثلاثه. فكره العالم كله بيعمل ايه؟ الحارس الاساسي بياخد الشامبيونز ليج دوري الابطال وبياخد الدوري، الحارس الثاني بياخد الكاس كله ايا كان، حتى لو وصلت للنهائي هو هياخد البطوله كلها. الحارس الثالث بياخد الرابط او كاس الاتحاد اللي هو كاس الاتحاد الانجليزي. وفي الحاله اللي احنا فيها دي الاهلي اعتذر عن الرابطه، الكاس ما تعرفش مصيره ايه، انت دلوقتي في دوري الابطال وفي الدوري، دوري الابطال فاضل ماتشين. الماتشين دول بقى انت يعني انا بصراحه انا مشفق على مارسيل كولر، يعني يعني عندك حارس خبرات عريضه جدا طبعًا. جدا جدا زي الشناوي طبعًا. وعندك حارس يعني زي اللي حتى كنت لسه بقول في الانترو بيطلع نار من بقه طبعًا. يعني هو تألق مش طبيعي، ومشكلة يعني ان استثنائي لمصطفى شوبير. وفي مشكله لو انت اتفقت معاهم ان الاحسن هو اللي هيقف، التاني مش هيرضى يقعد السنه الجايه، هيبقى عايز يطلع مع مصطفى شوبير ما يقعدش. طب انت في ماتش زي ده بتشوف ايه يا استاذ حسن؟ ماتشين زي النهائي دول شايف حسب ترتيب الماتشات اللي هي صلاح الدين شرح اللعبه بتاعه التصدي بتاع شوبير بتاع مصطفى في اخر دقائق المباراه، شرح مميز جدا ومهم جدا في كل ابداعات حارس المرمى. بقى انا قاعد ده لمجرد انه عنده 23 سنه، اولا مش صغير، 24 سنه مش صغير. ثانيا الجمل اللي بتتقال باستمرار بقى، الشناوي حارس عظيم، طبعا حارس عظيم، واحد من اساطير حراسه المرمى في الكره المصريه، حارس عريق، حارس عنده مميزات كتيره جدا. لكن في اللحظه اللي احنا فيها دي مصطفى شوبير متالق، متالق باعلى مستويات حارس المرمى بكل، يعني فعلا وليد قال الشرح مش ممكن مصطفى كان ياخد اي قرار بزاويه، ده استنى لغايه ده لو بنالتي هيبقى كده ابعد، البنالتي ابعد ابعد صح. رد الفعل ده رد فعل، يعني انت مع ان شوبير هو اللي يقف في النهايه يا كابتن انا مع شوبير انه يقف لانه في احسن حالاته البدنيه والفنيه وعنده ثقه في نفسه، على فكره كمان العقليه بتاعته لا ما حاجه، هو ما شاء الله ربنا يحميه. عجبني في انه كمان
تقيل. صحيح. يعني صحيح. ايه صحيح. ما هوش مش هقول صغير ايه 24 سنه مش صغير انما تقيل يعني عنده ثقه بنفسه. متفق كابتن وليد مليون في الميه. بس لازم اقعد مع الشناوي واقول له انت هتجهز في مباراه الاهلي اللي جايه. خد بالك الاهلي عنده لسه 3 4 مباريات قبل النهائي. الشناوي يبتدي يجهز. بس هقول له ان مصطفى شوبير عامل بطوله رائعه وممكن ياخد احسن حارس في افريقيا بالشكل ده لو البطوله مشيت على للنادي الاهلي. فانا شايف كمستر كولر ان شوبير يكمل البطوله. تمام. مصطفى يكمل النهائي هنا وهناك ويحاول يقنع الشناوي بكده، وفي نفس الوقت الشناوي ياخد المباراه اللي جايه كاستعداد علشان يبتدي يرجع، لان الاهلي لسه بدري. الاهلي طيب. لسه عنده قبل ما نعدي الحته دي في ثانيتين، هل الاهلي في حاجه للتعاقد مع محمد صبحي؟ ما يخسرش يعني ككره. لا الاهلي بيتقل نفسه في كل الاحوال. اصل هي خريطه. فاكر احنا لما كنا بنتكلم انا بجيب الخريطه كده واحطها. ايه اللي هيحصل في نهايه السنه؟ ما هو ممكن جدا الشناوي يحترف. طيب هو لو الشناوي قعد مصطفى هيرضى يقعد نمره 2؟ ما ممكن مصطفى يطلع اعاره. يعني عارف انت التبديل والتوفيق في الحاله دي، في اي حاله من الحالات اللي انا بقولها، لا ما يبقاش رقم 1 الجون اللي واقف ورقم 2 حمزه علاء. لا يبقى محمد صبحي وبعديه حمزه. انا يعني بس قدر النادي الاهلي في الخمس ست بطولات اللي بيلعبوا محمد صبحي حارس رائع وصغير في السن وعنده امكانيات كبيره جدا. استاذ حسن، لا هي رؤيه. يعني انا لو انا في اداره الكوره في النادي الاهلي هبقى عارف شناوي رايح فين، شوبير رايح فين، حمزه علاء مستقبله ايه، زنفلي اخباره ايه. هيبقى عندي اربع حراس راجع خلاص. زنفلي هيرجع هيمشي يعني. هيبقى في لو في صبحي يعني في شناوي ممكن يحترف زي ما بيقول وليد. شوبير ممكن يطلع اعاره لو الشناوي قعد. كل ده هيخليني اخد قرار بتاعي بقى. بس عندي المعلومات. تمام. هل امام عاشور هو لا احسن لاعب خط وسط في مصر؟ ده اللي هنعرف اجابته من كابتن وليد واستاذ حسن بعد الفاصل. خليكم معانا. هل امام عاشور كواليتي مفيش منه في مصر يا كابتن وليد؟ لا بلاش كلمه مفيش منه في مصر. خلينا نقول ان امام عاشور مش احسن لاعب خط وسط، هو احسن لاعب في مصر. قولا واحدا دلوقتي امام عاشور احسن لاعب في مصر. محتاج حاجات كتير. محتاج انه يفضل على المستوى ده، يطور من نفسه. ما شاء الله حاجه هايله الجون النهارده، التحرك هايل هايل طبعا. علي معلول على جنب، لكن الترقيصه دي وبعدين ثقته في انه يشوط صاروخ برجله الشمال. لا يعني هو لعيب كبير. لعيب كبير. وانا لسه كنت بتكلم مع الاستاذ حسن ومعاك في الفاصل، انا قلت الكلام ده في برنامج الراديو قبل الماتش حتى بتاع مازيمبي بيومين ثلاثه. لا قبل الماتش ده. قبل الماتش، بعد ماتش مازيمبي. انا قلت ان امام عاشور عمل حاجه عايزين ندرسها، ان هو مش مكتمل اللياقه البدنيه. صحيح. هو جاي من اصابه طويله قوي، والراجل اداله 25 دقيقه في مباراه مازيمبي في القاهره. كنت عايز اقول ان اللعيب اللي بيمتلك موهبه بيقدر حتى لو هو بربع حمولته الفنيه بيقدر ياخد من المباراه اللي هو عايزها. امام لعب 25 دقيقه، نسبه دقه التمرير عنده 93%. عنده باص او تمريره مفتاحيه لعلي معلول جه منها الجون الثاني. وعنده اسيست في الجون الثالث، فضل يجري وبوش رجله خارجه عملها لاكرم توفيق. فهو في 25 دقيقه جاب للمدرب كل اللي هو عايزه. انا نزلتك، حافظت على رتم المباراه، عملت استحواذ، عملت تمريرتين حاسمتين، دقه تمرير عاليه جدا، سيطرت على نص الملعب، كل ده في 25 دقيقه. فهي ده بيبين لك قيمه اللاعب. في لعيبه بتلعب 90 دقيقه ما يعني تلاقي المردود بتاعهم قليل قوي. فقولا واحدا من وجهه نظري طبعا امام عاشور احسن لعيب كره في مصر، لكن هو صغير في السن. هو محتاج ما يبعدش كتير، محتاج ياخد باله من نفسه، محتاج يطور من أدائه، محتاج نسبة التصويب عنده تزيد يمين وشمال علشان يبقى يعني في حتة تانية خالص، علشان نقول انه ممكن كمان يطلع بره اوروبا تاني. استاذ حسن، في مثل البلدي بتاعنا يقول لك ضربة مرزبة ولا 100 شاكوش. ضربة المرزبة اللي عملها امام عاشور دي تديك شكل من اشكال الاختلاف في امكانيات امام عن لعيبة خط الوسط اللي موجودة
سواء في النادي الاهلي او حتى في منتخب مصر؟ اه طبعا. اهو بص، لما ساسي مشي من الزمالك او قعد كم مباراه ونزل مكانه امام عاشور، تالق امام عاشور. ايوه، ده يوري لك الكواليتي بتاعت امام عاشور. امام عاشور لعيب عنده موهوب. طب ايه هي موهب مواهبه يعني؟ سريع، شويط، التمريره، دقه التمرير ونسب التمرير زي اللي اتكلم عليه وليد، حاجه مهمه. بس انا اللي يهمني اكتر نوعيه التمريره. صحيح. وخصوصا لعيب خط وسط. يعني التمرير، يعني مثلا امبارح ماتش ريال مدريد، يعني ما زي الاثنين اللي هو عملهم امبارح ريال ماتش ريال مدريد. والله العظيم انا يعني الناس على فكره، احنا بحس ان احنا ساعات بنقلل من نفسنا. والله العظيم وليد صلاح الدين وحازم امام كانوا بيعملوا الحاجات دي. اه طبعا. والله السرهات بتاعت توني طبعا، هو سوء طبعا اعجازي لتوني كروس، بس والله العظيم وليد صلاح الدين وحازم امام كانوا بيعملوا السرهات دي. يعني انا اقصد بس عشان بدي بحاول يعني امام عمل تمريره بوش رجله لاكرم، عمل تمريره قبل كده للشحات افتكر رضا سليم، اسف، بوش رجله رقص بيمينه وعملها بشماله، عمل تمريرات كتير جدا. بس انا كمان عايز اقرب بس المعنى اللي انا اقصده، يعني ايه لعيب خط وسط عنده تمريره اللي هي مختلف. تنقل الفرقه وتوديك تجيب جون زي بتاع توني كروس امبارح، لان هو بص لجونيور بصه كده وهو في الجناح، البصه دي كان معناها الحق ادخل عشان انا هديها لك هنا. ايوه. ووصف الاجانب للتمريره بمشرط جراح. فده يعني انا بقى بشوف ان امام عاشور عنده ده. ودي ميزه مش موجوده عند كتير جدا من لعيبه خط الوسط في مصر. صحيح. مش كل لعيب طب انا هاخد منك يا ابراهيم الكوره وارجعها لك تاني ونعمل 200. برافو عليكم يا شباب هايلين. هاتها بقى من الاول، هاتها من الاول عشان تشوف الترقيصه اللي بيمينه وبعدين شماله. طبعا. يعني انا يعجبني قوي يا استاذ حسن اللعيب اللي بيلعب برجليه الاثنين. لا هاتها من الاول، ما عندكش الكادر اللي قبليها، لان هو طوح الاثنين اللي جايين، لم الاثنين اللي جايين وحطها بقى. بصوا بشماله فين، يعني هو رقص بيمينه وبعد كده حط بشماله. برافو عليك. يعني بص بص هتروح له، بص كمل هو بيسند بشماله. بص هيطير الاثنين دول ازاي. هوب، ادي الترقيصه، وقف الناس دي خلاص راحت، وراح باصص عدل. وبص الدقه بقى، يعني هو مش لعيب اشول، ده بشماله. بص ما انا دي بقى طبعا. انت عارف بقى بدا يفكرني بمين؟ انا ما بحبش دايما المقارنات يعني، بس بدا يفكرني جدا بالكابتن علاء ميهوب. بجد والله جدا. يعني كابتن علاء ميهوب، عشان طبعا الشباب الصغيرين اللي ما اتفرجوش على كوره، كان واحد من احرف اللعيبه اللي هي فروم بوكس تو بوكس، اللي هو من 18 لل 18. الدفاع بتاعه عالي، والناحيه الهجوميه لا، لعيب قوي، ويمينه شغاله وشماله شغاله، وهداف ويدخل ال 18، وكمان يعني هو احرف شويه من امام صراحه، بس امام شويط اكتر. أيوة. لكن بدا كده يعني النهارده حاجه كده، قلت ده كابتن علاء ميهوب اللي بيلعب. أيوة. بس امام عنده مهارات تانية. اولا السرعه، الترقيص، السيطره على الكوره زي الترقيصه اللي عملها شفناها دلوقتي. فدي كلها مهارات في لعيب. حلو قوي الحقيقه. لا دي بص مهارات مهمه جدا، سندت يعني. لعيب حريف برضه. طب عايز اطلع من امام يا استاذ حسن كابتن وليد، اروح لمركز المهاجم، وسام ابو علي وكهربا. هل بتشوف انه كهربا ظلم شويه الفتره اللي فاتت، لان هتيجي تتكلم رقميا هو اعلى فروت في الاهلي حتى لو ده مش مركزه يعني، ولا بتشوف ان لا وسام هو الحلقه اللي كانت مفقوده في خط هجوم الاهلي وهو اللي يجب ان يستمر اساسيا في خط هجوم الاهلي؟ وسام. طب هو ليه انا بقول وسام مش كهربا ومش مودست؟ أيوة. كهربا لعيب حريف جدا، وانا بقول من زمان ان كهربا في الجناح احسن منه من راس الحرب. ده اولا يعني. ثانيا احط بقى راس حربة زي مودست اللي هو اللي ساكن والساكت والصامت. طب بان احنا اتكلمنا عن مودست يا استاذ حسن، النهارده في تصريحات دفاعا من مارسيل كولر عن مودست. طبعا انا متفهم تماما انه اي يعني قائد لاي منظومه طبيعي، ودي حاجه على فكره يعني تستحسن منه، ان هو بيدافع عن لعيبته. طبعا لازم. وبيحاول ان هو يحميهم، وبيحاول دايما يكبرهم. طبعا. بس بحس ان في اوقات كثره الدفاع دي عن حاجه هي واضحه للعيان ان هي غير صحيحه، بالعكس بتجيب يعني هيت اكتر ورد فعل اعلى
لان هو بصراحه انا مش المدرب، انا مش المدرب بتاع مودست. انا مش شغلتي ان انا ادافع عن مودست. ومع فكره مودست لما يبقى كويس انا هقول انه كويس. هي التصريحات يا استاذ حسن. طبعا معلش يعني بصراحه يعني اتجرب كتير. القضيه مش بحكايه الاجوان كمان. يعني مش هقول لك هو جاب كام جون. يعني هو بيقول لك ان اللاعب قدم اداء جيد، هو بعض الانتقادات مش في محلها لمودست، وان هو قدم اداء جيد في بعض المباريات ونفذ التعليمات المطلوبه منه، وانه لم يستطع تقييمه جيدا امام الاسماعيلي. لا بشكل عام معلش لاعب مباراه جيده حتى لو راى الناس غير ذلك. لا راى الناس غير ذلك ماشي، انا شايف غير ذلك. يعني حضرتك يعني انا شايف ان وسام بيطلع بره ال 18، بيروح الجناح الشمال، بيروح الجناح اليمين، بيروح العمق، بينزل يطلع يخش تاني ال 18، بيلتحم، بيشتبك، بيجري، بيقع، بيقف. بالجون اللي جابه ده عايز خفه حركه ومرونه وسرعه. مودست ما بيعملش كده خالص. ايوه مودست يعني مع ان جسمه كبير او ضخم يعني لو حد عمل له كده بس الكره بتروح منه. لا يشتبك ولا يلتحم ولا يجري ولا يتحرك ولا بيصنع مساحات لنفسه. هو في 45 دقيقه ماتش الزمالك اول 45 دقيقه لمس الكره مره واحده. عايزني اقول عليه زي ما هو كولر بيقول، هو يدافع عنه زي ما هو عايز. بس لما يقعد مع اداره الكره في النادي الاهلي يبقى يقول الكلام ده بقى. عشان هم حلوه حاجه تانية. طيب كابتن وليد رايك ايه؟ بص هو يعني المدرب انه يقول كده على اللعيب بتاعه في الاخر، اصل المدرب ده بشر يعني. هو شايف طالما هو اللي جايبه وهو اللي قايل عليه شيء طبيعي ان هو يحاول يحميه او يحمي رايه هو. لكن احنا لو استعرضنا المؤتمرات الاخيره لمستر مارسيل كولر على مدار يعني حتى السنه اللي فاتت، هو ما كانش بيعمل كده مع كل لعيب. بالظبط كده. هو ما كانش مثلا بيحمي محمد شريف. أي. مثلا لما بالعكس ده كان بيطلع في بعض المؤتمرات اللي كان عنده مشافات الهجوم وعايز يضايق، فدي برضه كانت انتقاصه طبيعيه موجوده. ولا عبد القادر ولا مثلا قفشه، يعني قفشه مثلا لعب نيوزيلندا وكرواتيا مثلا اساسي مع كابتن حسام حسن. هي الفكره فكره قناعات. وخلينا نقول ان ما فيش مدرب في العالم يا ابراهيم ما بيبقاش عايز يحمي لعيبته، ده اللعيب بتاعه. الاهلي لعب 12 مباراه، الاهلي فاضل له 22 مباراه في الدوري بس. فازاي انا اطلعه من الحسابات؟ افرض حد اتصاب، وسام ولا كهربا ولا حصل حاجه، الراجل ده هيحتاجه، وهيحتاجه انه يلعب مباريات، وهيحتاجه يلعب مباريات من الاول. صحيح. فانا كده كده لازم احمي. لكن الاعتراض، واحنا الحمد لله كنا في الاستوديو بنقولها وبناكد عليها، وكلنا من اول الدكتور طه اسماعيل مرورا بكل الناس، ان مستر كولر غلط في المؤتمر الصحفي انه يقول انا ما عنديش فراوده، انه يقول مثلا انا عايز فرود، انه يقول ان الفرود يعني اللي بيجيب اجوان واللي عندي ما بيجيبوش، كل ده كان غلط. فهي الفكره انه ممكن هو يكون بيحسن كمان دلوقتي، خلاص تصريحاته طبيعيه جدا. لكن انا بتفق مع الاستاذ حسن ان وسام، اصل كل واحد مش شبه التاني. وسام نموذج للراس حربه اللي ممكن يبقى محتاجه الاهلي، لكن هو كمان محتاج حاجات. يعني وسام محتاج انه يقف على الكوره احسن من كده، الباص يطلع ادق من كده، اقدر اعمل معاك 1-2، اقدر اعمل معاك حاجه بالكعب، اقدر يبقى الامور كهربا احرف. لكن في الضغط والشراسه والمثل الهدف اللي جابه وسام، بس ما تخافش يا كابتن انت تخسر كهربا. ما هو المفروض انا ما اخسرش اي حد. هو برضو خد بالك يحسب لمستر كولر تحديدا جزئيه بصراحه 10 على 10 عملها في تيم النادي الاهلي، انه اقنع اللعيبه كلها ان ما فيش اساسي واحتياط. صحيح. كله هيلعب، دي حاجه تحسب. ما فيش حد ما لعبش في القايمه مثال يعني. صح. ما اظنش مثال الزنفالي بس. الباقي كله، كريم الدبيس لعب، وخالد عبد الفتاح لعب، وكريم فؤاد لعب، وكل الناس لعبت. طيب عايز اخد بقى من النقطه دي ونروح لنقطه ثانيه مهمه جدا استاذ حسن، فكره تعامل المدير الفني مع غضب اللاعبين اللي مش بيشاركوا. يعني احنا شفنا الفتره اللي فاتت كان في غضب من السوليه وفي غضب من الشحات، والغضب الاكبر وتم توقيع عقوبه عليهم، بس الغضب الاكبر كان من قفشه اللي تم الاعلان عن ان في مشكله ما بينه وبين مارسيل كولر، ان بعد الماتش اللي فات اتكلم مع الراجل بشكل هو شافه غير لائق، ان هو بيقول له ان انت ليه ما بتلعبنيش وانا بتمرن، وامام عاشور راجع من الاصابه ينزل يشتغل على طول. وعلى اثر هذه المشكله تم استبعاد قفشه. هنا ازاي يتم شد خط فاصل ما بين احترافيه اللاعب ان هو يكون ملتزم بدوره كلاعب، طبعا وفي نفس الوقت ان المدير الفني يقدر يحتوي اللاعب وغضبه، لان في الاول وفي الاخر ما فيش لعيب كره في الدنيا بيحب يقعد احتياطي. طبعا. فرايك ايه في الجزئيه دي وكيفيه تعامل شخصيه المدرب؟
وبيوصل للعيب اتصاله باللعيبة ازاي. يعني انت شايف انه كان محق في استبعاد أفشة استاذ حسن؟ لفترة لفترة، لكن حتى لو هو يعني ما بيحبش لعيب، مش أفشة بس ما بيحبش لعيب، لكن عند اللعيب ده إمكانيات وقدرات تفيد الفرقة، يبقى بيرتكب خطأ جسيم جدا انه مشاعره الشخصية تتحكم في قراره فيما يتعلق بالمشاركة من عدم المشاركة. هنا بقى يبقى خطر كبير. لكن مش كل المدربين كده، مش كل المدربين عبقرة في الشخصية والكاريزما. مش كلهم مانويل جوزيه. اللي كان مانويل جوزيه كان يتكلم ويقنع ويزعق ويخوف واللعيبة كلها بتحبه. ودي فترة أنا عشتها يعني، وكنت بشوف المنظر ده أو العلاقة دي عن قرب يعني. وقابله هديكوتي، وأنا كنت عاصرت كمان التيم بتاع الأهلي مع هديكوتي. العلاقة شكلها إزاي؟ حب واحترام وتقدير كبير أول لشخصية المدرب. مواقف كتيرة بتحصل، لعيبة بتغضب. محمد صلاح غضب من يورجن كلوب. قبليه حصلت خناقة كبيرة جدا ما بين جوارديولا ودي براين. لما قعد يقول له باس 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 وزعق له، وتعرف جوارديولا اتجنن وحصلت خناقة، لكن الحكاية اتطفت على طول وانتهت. ده شيء طبيعي ممكن يكون في العلاقة. ساعتها جوارديولا عمل حاجة مش معتادين عليها يا استاذ حسن، ان هو قال ان هو عنده حق. يعني عادة احنا ما بنشوفش مدير فني بيغلط نفسه، بس جوارديولا انت عارف هو ليه سكة. بقول لك انا هو كان عنده وعمل حركة مع جريليش بعد ماتش، قعد يزعق له ويشرح له بعد الماتش على طول قدام الجمهور كله. لا يا عم، الكلام ده بطل لبس، مش قدام الجمهور. انما دي بتحصل من بعض المدربين. انما طبعا دي معادلة صعبة جدا في الكورة وفي الشركة وفي المصنع. صحيح. وفي كل حتة ممكن تلاقي المشكلة اللي انت بتتكلم عليها دي يا برين. صحيح. كابتن وليد، رأيك ايه في قصة أفشة تحديدا، وايه احسن طريقة للتعامل معاه في التوقيت الحالي؟ بص، هو في طريقتين للمدير الفني. طريقة اللي هي العالمية، اللي هو في انا بعتمد على 11 لعيب، دول الفرقه الاساسيه بتاعتي، بدخل معاهم 3 4، فقوام الفرقه عندي بيبقى بيدور حوالي 15 16 لعيب. تمام. ودي معمول فيها ريال مدريد، في برشلونه، في باريس سان جيرمان. فرقه معروفه لكل الناس، حتى الاحتياطي واللي بينزلوا معروفين. ومعروف ادائهم. دي طريقه. في طريقه تانية اللي الاهلي بيستخدمها، ان ال 35 لعيب انا بعمل بيهم روتيشن وبدورهم، بحيث ان انت يستحيل تقول مين اساسي واحتياطي. يعني اللي هيلعب ناحيه الشمال يا اما حسين شحات، يا اما رضا سليم، يا اما عبد القادر. ثلاثه. هتروح الناحيه الثانيه نفس الموضوع، هتروح في راس حربه يا كهربا يا مودست يا وسام. في كل مركز حتى مع ثبات ناس معينه، بس في الاخر انت اخترت الطريقه دي ان هي تبقى الطريقه بتاعتك. في الحاله دي لازم انا اتعامل نفسيا مع الناس كلها بذكاء شديد، لان كل واحد بيحسب حساباته لنفسه. يعني حسابات أفشة مثلا، انا طبعا ما دخلتش جوه دماغه، بس اكيد هو بيحسب ان انا بعد 3 سنين عايز ابقى في كاس العالم في امريكا 2026، انا في مدرب للمنتخب الوطني بيلعبني اساسي. انا في مدير فني غير الطريقه وبيلعب ب 4 2 3 1، فانا رقم واحد عنده قبل بقى ما يخش يرجع اوباما، وقبل ما يدخل احمد حمدي وناصر مال. طب ما انا اقفش في الحته دي. طيب انا ازاي اروح المنتخب وانا ما بلعبش في النادي بصوره اساسيه؟ طب بوركينا كمان ايام. طب انا عايز العب في استاد القاهره فاجيب جون، فبقى نمره واحد عند الكابتن حسام. كل واحد لحساباته. مستر كولر لحساباته، بلعب 4 3 3، بأمن نفسي، بصبر 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 قوي، ما بعملش اي مغامره، حتى لو الفريق مش ماشي احسن حاجه فبصبر لغايه لما احرز هدف، وبعد كده بشوف الدنيا. أفشة بصراحه للامانه هو اشتغل باحترافيه مده طويله جدا جدا، كان بيقعد احتياطي، ومنها المباراه دي تقريبا. ماتش الزمالك نزل قلب الدنيا. هو ده كتير، ده كتير قوي قوي. انا اشوف تحديدا كمان انا حييت كابتن خطيب على التدخل بتاعه في الفتره اللي فاتت. يعني في فتره تحديدا بعد مباراه الزمالك، انه قعد مع مستر، اظن يعني انا برضو ما عنديش معلومه، بس اظن ان بعد كده لما الراجل رجع لاعب عبد القادر، ورجع دخل أفشة تاني في الموضوع، ودخل في لعيبه كانوا بعيد قوي، واتقال ان في جلسه مع كابتن خطيب. طبعا الكابتن خطيب مش هيقول له تلعب مين او ما تلعبش مين، بس هي الفكره ايه؟ ما تخسرش حد، ما تخسرش حد من ادواتك. خد بالك انت محتاج الناس كلها. خد بالك ان أفشة ده عمل معانا بطولات وعمل معانا مباريات ولعيب محترف. فهي الفكره تقريب وجهات النظر، بحيث ان الراجل ما يخسرش حد. النهارده انت عبد القادر كان فين؟ ايوه كان في الثلاجه صح؟
بره. وحتى كله النقاد قال لك خلاص ماشي. يعني ماشي ماشي. عبد القادر النهارده هو كان نمره واحد في كل حاجه، لعب مباراه زد تالق، لعب مباراه الزمالك تالق واحرز هدف، لعب مباراه مازيمبي، لا خلاص بقى نمره واحد في المكان. فهي الفكره انت كمدير فني حاول ما تخسرش حد، وزائد كمان على اللعيب برضو يعني هي صعبه جدا. انا كنت لعيب كوره، وزي ما انت بتقول انا مباراه الرجاء دي نزلت الشوط الثاني عملت بينالتي وجبت جول عالمي، بعديها باربع ايام قعدت احتياط ولعبت 7 دقايق في المنصور وعملت جول برضه لياسر ريان، بس انا قاعد محروق. اه طبعا، يعني 4 ايام ايه اللي حصل فيهم ده؟ انا يعني بس اعمل لكم ايه تاني؟ اه يعني ما هو قفشه اكيد برضه بيقول كده في بعض الاوقات. يعني انا مثلا مباراه الزمالك نزلت وكسرت الدنيا وعملت اسيست الهدف الاول وجبت جول ثاني جميل، طب المباراه اللي بعديها دي بعد 4 ايام ما العبش ليه؟ يعني هي اللعيب زي محمد صلاح ويورجن كلوب نفس القصه، كل واحد بيفكر في نفسه. لا هو زعلان الأساطير. صلاح زعلان، بس اسف ان انا كان هو زعل عشان وقف كتير، وزعل او حاسس انه اتظلم بالمركز الجديد اللي بيلعب فيه في الاخر ماتشين ثلاثه. صح، اللي هو صح في عمق. وصلاح في دماغه حاجات كتير، اولا صلاح رابع الهدافين، بيفكر انه يجيب هالاند، في نفس الوقت ما بيلعبش الفتره اللي فاتت كتير، ارقامه بتقول انه ما ينفعش يقعد، يعني ارقامه كلها بتقول ان انت ليه مقعدني اصلا. لكن اللعيب لما يوصل الاساطير ما تفكرش في نفسها. لما بتوصل لمرحله اسطوره سواء يورجن كلوب او صلاح الاثنين غلطانين، لان المفروض ان انت لما بتوصل لمكانه معينه من السوبر ستار تبتدي تفكر في كل اللي حواليه. واحنا لعيبه صغيره انا افكر في نفسي، عايز ابقى احسن حاجه وماليش دعوه. لما بكبر شويه لا ببتدي عينيا تفت، ابص كده الاستاذ حسن لا ده عنده تجديد، لا انا اديله الجون ده هيفرق معاه هو اكتر مني. لا انا ابراهيم عنده مشكله مع المدرب، لا اشيله عشان ده مش عارف ايه. نظرتك بتبقى اشمل شويه، بتبقى اشمل للناس كلها اللي معاك. فما ينفعش اسطورتين يقفوا قدام بعض بعد 5 سنين من يعني العالم كله بيتغنى بيهم. صحيح، هما الاثنين غلطوا. انا ليا بس راي سريع، ليا راي يا عم. يعني هات المنصوره، هات المنصوره بعد باربع يعني بعد كل ده، بعد المسرحيه دي كلها، بعد كل ده، وبعد الناس اللي راحت واللي جت واللي شالت واللي تلعب 7 دقايق 7 دقايق قعدت احتياطي بجد والله العظيم. والله لا ده انا عملت الجول لياسر ريان والله 7 دقايق نزلت في الدقيقة 83 بجد وعملت جون كانت 0-0. الماتش ده 95؟ مش كده؟ يا نهار ابيض، 95 بتجري. ده انت لا لا انت بتتكلم مكسر الدنيا ساعتها، بتتكلم في 29 سنة كنت مكسر الدنيا ساعتها. الماتش 95 نمرة واحد. بس ليه قفشة بس؟ اتفضل. بصراحة يعني قفشة في ماتشات لازم يلعبها، ايوه، او على الأقل جزء منها. صح، انا كمدرب ببقى عارف الجيم شكله ايه وقفشه ايه هي قدراته وامكانياته. في ماتشات صعب قوي يلعبها، والكره دلوقتي الحقيقه برضو ما فيش حاجه اسمها لعيب ما بيعرفش يدافع. ما ينفعش، بس مش كل الماتشات انت مطالب من قفشه انه يدافع. صحيح، دي نمره واحد. اخر حاجه بس سريعه، اتفضل. الاهلي عنده زي ما قال وليد رضا سليم، عبد الشحات، عبد القادر، الثلاثه مش زي بعض. كل واحد فيهم عنده حاجات مش موجودة عند التاني. صح، يعني ما بيش واحد فيهم واحد اتنين وتلاتة، مش التلاتة مش نفس القطعية خالص. أيوة، يعني مش هرتبهم واحد اتنين تلاتة، لا هما مش قادرين. هما ده عنده حاجة وده عنده حاجة وده عنده حاجة تانية. فالتلاتة ودي ميزة ممكن يستفيد بيها المدرب. صحيح، فضل. نطلع لفاصل نرجع نكمل كلامنا مع نجومنا الكبار، خليكم معانا. أنا أتقمص رؤية المخرج العظيم رأفت الميه في الفانتازي، في الفانتازيا، وأنا افترض سؤال جدلي إن الأهلي إن شاء الله يا رب يكسب دوري أبطال أفريقيا، والزمالك إن شاء الله يا رب يكسب الكونفدرالية، وتقابل الاثنين في السوبر الأفريقي. حلو. هل اللقاء ده يجب نهائي قرن ولا لأ؟ لأ. لأ، رأيك أنا قولاً واحداً لأ. إيه إيه نهائي قرن؟ اللي هو نهائي دوري أبطال أفريقيا اللي كان من 4 5 سنين. اللي عدى عدى بيه، اللي عدى عدى الأبيض خلاص. يعني لا ده 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 بطولة تانية طبعا، ده حاجة وده حاجة تانية خالص، حاجة تانية. وبعدين بص عشان أهمية البطولة، أنا اللي يهمني الاثنين يكسبوا يا رب. ده إن شاء الله إن شاء الله الجايزة بقت 4 مليون دولار، والكونفدرالية بقت 2 مليون دولار. بس حسن بيدور على الله. لا معلش، الجايزة كانت 1 مليون دولار في الأول خالص، بعدين بلق 2.5، وبعدين عمالة تزيد يعني. لكن 23 بقت 4 مليون دولار. حلوين حلوين محتاجينها معلش، خصونا الكونفدرالية 2 مليون دولار حلوين.
كابتن وليد عشان قيمه البطوله نفسها؟ لا لا لا، انا قولا واحدا، هو ما انت عمرك شفت مباراه فيها اتنين قضيه؟ لا طبعا، هي قضيه واحده بتاخدها وخلاص. هو الموضوع يعني هو قصه، سيبك طبعا من نادي القرن ومش نادي القرن، هو قصه دايما جدليه بين الاهلي والزمالك، والاهلي نادي القرن، بس هي الفكره. لا خلاص، مباراه القرن دي كانت بين الاهلي والزمالك، والله وطلعنا قلنا في الاستوديو مباراه مهمه جدا 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 للجيلين. صحيح، الاهلي لو كسب هيروح في حته تانية باستقرار بهدوء، نفس الكلام الزمالك لو كسب. الفرقتين اكبر فرقتين في افريقيا وفي الوسط وفي الوطن العربي وفي الشرق الاوسط وفي كل حاجه، لكن دي خلاص مباراة خلصت، ما ينفعش بقى تيجي تاني تقول ايه طب دي مباراة قرن تانية. أيوة. فلو بس الزمالك كسبها يبقى اللي فاتت ما فيش كده، الزمالك والاهلي. طب بتشوف قبل ما نروح للعد التنازلي، بتشوف فرص الاهلي والزمالك ايه في الماتشين اللي جايين؟ لو افريقيا ولا مع بعض؟ افريقيا، اهلي وترجي والزمالك ونهضة بركان. المفروض الفرقتين يكسبوا البطولة ان شاء الله يا رب. ان شاء الله باذن الله. الاهلي اقوى فرقه في افريقيا، والزمالك بالحاله اللي هو فيها دي، نهضه بركان فرقه ثقيله برضه، فرقه ثقيله بلغه الكوره، لكن الزمالك قادر لو ظبط اموره الدفاعيه، لو اللعيبه بلغه الكوره كده فائت، تحديدا زيزو وفتوح وعمر جابر وانا عايز اجيب الناس اللي في افريقيا، احمد حمدي ودونجا، يعني خمسه سته كده، ويوسف الدين الجزيري وشلب، يعني لو خمسه سته بلغه الكوره فايقين، لا الزمالك يكسب. استاذ حسن، بتشوف انه الترجي منافس افضل بالنسبه للاهلي في النهائي عن سان داونز؟ بتشوف سان داونز كان احسن؟ كان رأي افضل للاهلي؟ رايي غريب شويه. سان داونز يعني احسن فرقه بتقدم احلى كوره، يعني كوره اللي هي ممتعه يعني. الترجي فريق رزل يعني، انا اسف يا ترجي يعني، اقصد رزل يعني عنده تكتيك صعب. بيصعب الماتش على المنافسين، بيعرفوا يلعبونا يعني. هم في طبعا يعني بس خليني اقول لك بس ان الاهلي والزمالك، انا عارف في جمهور يقول لك لا احنا الاهلي يكسب والزمالك مش مهم يخسر، والعكس بيبقى عند الجمهورين، ودي موجوده في العالم احيانا، انما انا مش مشجع لا للاهلي ولا للزمالك. احنا واخدين 42 بطوله على مستوى الانديه، اللي بعدينا 24 بطوله اللي هم تونس والمغرب. انا نفسي مصر يبقى ليها 44 بطوله ان شاء الله. دي حاجه انا بتمناها حتى واحد بيشتغل في المهنه يعني. ماتش الترجي صعب طبعا جدا، كالعاده اي نهائي، نهائي شمال افريقي، ده ديربي مهم قوي. سان داونز ممكن يديلك مساحات، ممكن يفتح لك جيم شويه، ممكن تستغل ده. وكان في ظاهره على سان داونز انه فرقه بتلعب كره حلوه قوي واخده البطوله مره ولا حاجه، فيعني ما لكن الترجي منافس على مستوى البطولات الافريقيه. لا فريق صعب والماتشات مش سهله، وان شاء الله طبعا الاهلي يقدر يتعامل مع الطريقه اللي هيلعب بيها الترجي. ان شاء الله يا رب كل التوفيق للاهلي والزمالك. نروح لعد التنازلي، استاذ حسن وكابتن وليد، هل يتوج بيراميدز بلقب الدوري هذا الموسم؟ وارد جدا لو عمال يتسرسل على فكره. لا هم فرقه كبيره، وفرقه هو خصوصا من ساعه ما عبد الله السعيد مشي وبقى الراجل بيلاعب رمضان في رقم 10، فبقى مصطفى فتحي وابراهيم عادل ورمضان صبحي الثلاثه تحت فيستون مايلي بقوا مرعبين، لان ثلاثه صغيرين في السن ورشاقه ومرونه وحريفه. ووليد الكارتي بيجي لهم من تحت. لا يعني هي فرقه مكتمله في كل المراكز لو ركزوا، طبعا ينافسوا بقوه. استاذ حسن يتوج؟ ممكن يتوج، صعب يعني ان هو ابقى فيه قرار مني دلوقتي ان هو هيتوج يعني. لكن اللي انا بتمناه ان الدايره بتاعت القمه دي تتسق، تبقى فيها ثلاث اربع فرق، فرق بنت بين كل واحد، عشان احنا نستمتع بدوري جميل يعني. السؤال اللي بعد كده، من البديل الانسب لعلي معلول في نادي الاهلي يا كابتن وليد؟ من وجهه نظري محمد اشرف. محمد اشرف اللي عندنا في زد يعني، استاذ حسن لو اشتغل بشكل كويس، وطبعا كريم الدبيس هايل طبعا، بس يعني محمد اشرف خبراته اعلى، لو اشتغل بشكل كويس اظن انه ممكن يرجع النادي الاهلي. استاذ حسن، كريم الدبيس، كريم بس الدبيس ياخد فرص يعني. السؤال اللي بعد كده، هل يستمر سامسون مع الزمالك بعد تألقه مؤخرا استاذ حسن؟ نعم نعم نعم. كابتن وليد برضو
هدخل في خريطه وفلوس. طب خليني اسالك سؤال تاني في نفس الحته دي، هل اصلا سامسون اللي هو مقديه الفتره فات ده يعد تالق؟ لا لا يحسبه تالق؟ لا لا لا، يعد التطور شويه، تطور اداؤه تطور شويه وسلوجن. بس هل التطور ده كافي انه يبقى في، يبقى هو فيرود الزمالك المحترف؟ هو سلوجن كده نختم بيه في القصه دي، يستحق الاهلي والزمالك مهاجمين اقوى من كده بكتير. ماشي، نروح للسؤال اللي بعد كده. طبعا انت كده هربت من الاجابه باجابه اكبر الى مزاجيه. لماذا يصر كولر على سلاح؟ ده معاه سلاح التلميذ. اوجلك وبيع عمرك كله. لماذا يصر كولر على مشاركه بودست؟ طب ممكن تعمل مداخله لكولر دلوقتي تساله السؤال ده؟ لا يعني هل ان هو صاحب الرؤيه الفنيه في استخدامه يا استاذ حسن؟ لا. امال ايه؟ انا مش شايف سبب واحد يخلي مستر كولر مصر على ان مودست يلعب في النادي الاهلي. ماشي، السؤال اللي بعد كده. وعلى فكره معلش بس لو مودست تالق وبقى واو حاجه قنبله والله طبعا هشيله فوق دماغي. طبعا دي مش حاجه كلام. هل يحتاج الزمالك التعاقد مع حارس مرمى في الصيف يا كابتن وليد؟ على حسب محمد صبحي ايه؟ يعني انت حاطط السؤال ده ان محمد صبحي مشي ولا موجود؟ لا، بالوضع الحالي عواد وصبحي موجودين بالوضع الحالي بمستواهم الحالي. لا، هل يحتاج الزمالك؟ لا لا، ما يحتاجش. لا، محمد عواد حارس كبير جدا ومتالق تالق غير عادي، محمد صبحي بعديه في السن وفي الخبرات، فمحمد صبحي كمان حارس كويس جدا. الثالث كمان الولد الناشئ هايل برضه. كنا بنلعب الزمالك ماتش ودي برضه كان كويس جدا، فلا الزمالك مش محتاج. السؤال الاخير، كم لاعب اجنبي يستحق البقاء مع الزمالك في الموسم المقبل يا استاذ حسن؟ عندك نضاي، عندك سامسون، عندك الجزيري، عندك المسلوسي، وعندك باتريس موتياب. واحد بس اللي يمشي. اترقى سوري، انا اسف، ترافيس موتياب. ترافيس واحد بس اللي يمشي. مين؟ نضاي. نضاي والاربعه الباقيين ممكن يقعدوا. كابتن وليد بتضحك عليا ايه؟ بتضحك عليا يعني انت عايز تمشي الخمسه؟ بصراحه عايز تمشي الخمسه؟ لا يعني واحد اللي يقعد بس من غير اسامي. واحد بس اللي يقعد من الخمسه؟ لا لا، عايزين اسامي. لا كلنا بقى وجل. لا معلش. طب في الاهلي الناحيه الثانيه عندك علي معلول، عندك رضا سليم، عندك مودست، عندك اسامه وعلي طبعا مش هيعد اجنبي، عندك ديانج وكريستو. اثنين اللي يقعدوا. اثنين اللي سوري وبيرسي تاو. كريستو تحت السن. ثلاثة اللي يقعدوا. ثلاثة يقعدوا. ثلاثة يقعدوا من الخمسة. خلصت حلقتنا النهارده من الهدف، كل الشكر لاثنين من احب واجمل نجومنا الكبار استاذ حسن شرفنا ونورتنا. اشكرك يا ابراهيم. كل الشكر ليك كابتن وليد. نورتنا. كل الشكر ليك. شكر موصول لحضراتكم على متابعة، نشوفكم بكرة بإذن الله على ألف خير.